انا صحفي اسحاق فرانسيس والمسؤول الاعلامي لأباط 38، واجتمعنا النهارده على روح المحبه، سواء اذا كانت محبه كنسيه او محبه وطنيه، علشان خاطر البلد دي مش متحمله اكتر ما هي شافت، مش متحمله ان ممكن نقع في بعض الاحداث السابقه واحداث طائفيه تخص الاحوال الشخصيه. وقد وضعنا احنا واشقائنا حمايه الايمان الوثيقه دي علشان خاطر دي وثيقه السلام، وتعتبر هي كخارطه الطريق للأباط. نحن لا نطلب بالزواج، ولكن نطالب بالتراك المدني. التراك المدني هو العامل الرئيسي اللي مسبب كوارث في البلد، واحنا عايزين نخفف حجم الكوارث دي باي شكل من الاشكال. لو كل يوم هنستقبل مشكله، احنا عندنا مشاكل مستوفيه اكتر من 6000 عضو عندي يحتووا مشاكل، وقد عدت الاحصائيه الاف المتضررين والاف اصحاب مشاكل الاحوال الشخصيه. احنا دلوقتي الوثيقه دي بتضمن السلام وعدم الهجوم على ابائنا الاجلاء، لان الهجوم على الكنيسه ده شيء لا نقبله تماما، ولكننا نبحث عن الطلاق المدني وليس الزواج المدني. جميع المتضررين بيطالبوا بالموافقه على الوثيقه. دي اهم حاجه، لان دي بتعد اهداف مهمه جدا. طبعا اخوة الصحفيين كلهم اطلعوا عليها ووقعنا عليها كمان كلنا بكامل ارادتنا، بكامل المحبه، بكامل ما اقترحه علينا رئيسنا الاستاذ نادر الصرافي وهو رئيس الرابطه، وماشيين تبع توجيهاته وتعليماته، لان لا شيء معادي للكنيسه تماما. احنا ليس نحتوي على اي مشاكل من نحو الكنيسه ولا الهجوم على ابائنا الاجلاء، لان احنا نعيش في محبه وطنيه ومحبه كنيسيه، ونعيش في دوله مدنيه ويحكمها القانون ويتزعمها الرئيس السيسي، ولا نقتدر على اي فتنه طائفيه ممكن تحصل في البلد، لان البلد شافت الحدود او الخطوط الحمراء اللي احنا عانينا منها كتير. فما جاتش على الاحوال الشخصيه انها تتحل عشان خاطر نتعدى الخطوط الحمراء دي ونسعى وراء دوله ديمقراطيه لا تحتوي مشاكل طائفيه، لا تحتوي مشاكل احوال شخصيه، لان المتضررين كتار وبيعانوا، وفيهم بعض الكتير قوي اللي هم مظلومين ومحدش يعرف عنهم اي حاجه. بنوجه المشاكل، ووجهنا قبل ما نقترح الوثيقه وجهنا ان احنا نعقد مؤتمر لكل اصحاب مشاكل الاحوال الشخصيه، ولكن لم نتلقى اي رد من الكنيسه. طبعا الله يكون في عون قداسه البابا تودروس، طبعا مشغول جدا وبرده بسفرياته وباعماله بحاجته، ان هو بيحتوي على ملف كبير للاباط وحاجات كتيره جدا للاباط. ولكن انا بشكر كمان جميع مسؤولي الدوله اللي انا نشدتهم، وفعلا جالت لنا ردود عظيمه جدا. على ما سمعنا ان في بعض المؤيدين من داخل الكنيسه لهذه الوثيقه، لانها لا تحتوي على اي عداء، ولكنها تنص على السلام الكنسي ومحبه ابائنا الاجلاء، ولا هجوم تماما على الكنيسه، لاننا دلوقتي في مصالحه وفي معاهده سلام، وهذه التي تحتوي خريطه الطريق للأباط، ونعشم ان يتم الموافقه عليها، لاني الاف الناس وقفوا واتحدوا على هذه الوثيقه بموافقتهم. عشان كده احنا لا نمثل شيء، ولكننا نمثل ان احنا لازم نحل المشكله دي باي شكل من الاشكال علشان نحتوي كل ما هو فسد ونعمل على الاصلاح القادم.